تعرض أخبار الآن لقطات حصرية تكشف مدى الذعر والضياع الذي أصاب فلول داعش بعدما تركهم قادتهم لمواجهة مصير الموت خلال عمليات مطاردتهم، لا سيما في المناطق الصحراوية وضواحي المدن في غرب العراق. يأتي الكشف عن هذه اللقطات في وقت كشفت فيه معلومات أمنية عن أسماء عدد من قادة هؤلاء الفلول. المزيد مع حسام الأحبابي. في الوقت الذي يضيق فيه يوميا الخناق على فلول داعش بفعل الملاحقات الواسعة التي يتعرضون لها كل يوم لا سيما في غرب العراق، تكشف أخبار الآن فيلما فيديويا حصلنا عليه بشكل حصري ضمن متابعاتنا لعمليات مطاردة بقايا التنظيم في أطراف الأنبار خلال عملية يوم 26 من شهر آذار مارس عام 2018 الحالي. يظهر هذا الفيلم مدى انهيار وضياع هؤلاء المسلحين، حيث تركهم قادتهم للمجهول أو لمصير موت محتوم على أيدي القوات العراقية. يبين الفيلم الذي حصلنا عليه كيف حوصر فلول داعش داخل حقل زراعي، ثم توالت عليهم قذائف مدفعية القوات العراقية التي أصابتهم بالتشتت، حيث لا يوجد قادة يقودونهم بعد أن فروا باتجاه مناطق صحراوية قرب هيت والرطبة، إلى جانب مناطق تقع في أعالي الفرات شمالي الأنبار من جهة شرق سوريا. في صوت عربات، في صوت عربات، اسمع. احتموا يا شباب، احتموا يا شباب. المقاطع الفيديوية التي حصلنا عليها تظهر أيضا سقوط قتلى وجرحى بين فلول داعش، وقد تم تسجيلها من قبل مسلحين تابعين للوحدة الإعلامية في التنظيم، حيث يقول ضباط أمن عراقيين أن بقايا داعش يقومون بتصوير ما يجري لهم بهدف إيصال الموقف إلى قادتهم، لكن من دون جدوى بعد أن هربوا هؤلاء القادة وتركوهم للموت. يا شباب ان شاء الله ناس تجليتها يا شباب، وقت مين شهيد يا شباب؟ شهيد شهيد ان شاء الله ناس تجليتها. يا شباب ناس تستعدني يا شباب. كما تظهر المقاطع الفيديوية الحصرية مدى الذعر الذي خيم على فلول داعش، حيث لا دعم ميدانيا ينقذهم من الحصار العسكري الذي تعرضوا له داخل الحقل الزراعي، إلى جانب عدم مقدرتهم حتى على إخلاء قتلاهم. بشهداء تعال نخليهم، بشهداء بكم قاعدين. ساعدونا يا شباب، ساعدونا يا شباب. قال ابي شهداء وبي جريح. لا اله الا الله. عبد الله ابو سجن، ابو موسى استشهد بصحه. ما في نقاله، نقالات ما في. محمد رسول الله. يقعدون الضربه هنا، تعالوا اسحبوا مسألة المجرمين يضربون هنا. إلى جانب ذلك، فقد كشفت المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها، كشفت ألقاب ثلاثة من فلول داعش الذين تم العثور على جثثهم في الحقل الزراعي بعد محاصرتهم في أطراف مدينة الرمادي. أحد هؤلاء الفلول يدعى سعدون عزام محرز الملقب أبو عبد اللطيف، هو سوري الجنسية وانتمى للتنظيم سنة 2016 في مدينة دير الزور شرقي سوريا قبل أن ينتقل إلى غرب العراق. أما الآخران فهما الملقبان أبو موسى وأبو عبد الله، حيث فضلت الجهات الاستخباراتية العراقية عدم الكشف عن اسميهما الحقيقيين، مكتفية بتأكيد أنهما عراقيان من أهل الأنبار.
كما تفيد المعلومات الاستخباراتية بأن أمراء مجاميع فلول داعش في غرب العراق كانوا يرسلون مسلحيهم إلى أرض المعركة من دون قيادة في معظم المواجهات التي يخوضونها، وهذا ما فسر سرعة انهيار بقايا التنظيم أمام القوات العراقية.